بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة الزملاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في درس جديد من دروس الـ PMP ما زلنا موجودين لسه في شابتر 1 الـ Introduction وهنبدأ مع بعض ندخل على الجزء الثاني في الشابتر و 1.2 Foundational Elements في الجزء ده هيتكلم على أساسيات مهمة اللي قايم عليها المنهج بالكامل الجزء ده هيتكلم على مجموعة من الـ Foundations المهمة نبدأ الأول بالتعريف بتاع البروجيكت البروجيكت أو المشروع هو الـ PMI بيعرفه على أنه هو temporary endeavor undertaken to create a unique product, service or result وبدأ أنه هو يشرح التعريف ده ولما بدأ ياخد الجزء الثاني الأول لأنه هو ده الجزء الأسهل والأخف بالنسبة لنا نبدأ الأول في unique product أو service أو result ده اللي خارج من المشروع ده معناه ان المشروع بس مش بيطلع product لا ممكن يكون بيطلع service خدمة معينة او ممكن يكون بيطلع result نتيجة ناخد امثلة بسيطة كده عشان تفهمنا الموضوع يعني ايه product product لو انا بعمل مستشفى مثلا فالمستشفى ده product لو انا بعمل مدرسة ده product لو بعمل مصنع ده product البرودكت اللي هو الحاجة اللي خارجة من المشروع طيب امال السيرفيس عبارة عن ايه؟ السيرفيس حاجة مختلفة السيرفيس ان احنا عاملين البروجيكت ده عشان نعمل سيرفيس معينة عشان نعمل خدمة معينة مش هنطلع برودكت جديد على سبيل المثال لو ناخد حاجة مثلا زي معبد ابو سمبل لما جاء الناس قسموه ونقلوا المعبد من مكان لمكان تاني هم ما طلعوش برودكت جديد هم جم عملوا سيرفيس معينة ممكن السيرفيس دي تبقى كونسلتانسي ممكن مجموعة استشارات معينة ممكن السيرفيس دي الجماعة بتوع الاي تي بالذات بيقولوا ان السوفت وير او الابليكيشن بتاعهم بيعمل مجموعة من السيرفيسز فبالتالي السيرفيس ممكن ان انا هزود في الابليكيشن سيرفيس جديدة ابليكيشن مثلا او كمبيوتر بروجرام البرنامج ده بيعمل مجموعة من الفانكشنز خاصة مثلا بالاي ار بي وبيشتغل شغل حسابات مثلا او اكاونتنج وعايزين نربط حاجة كمان بالهيومن ريسورس او نزود فانكشن جديدة بحيث ان هي تقدر تعمل سيرفيس معينة فبالتالي البروجكت بتاعنا الهدف منه ساعتها ان هو يطلع السيرفيس او انه يطلع الكابابيليتي تو ميك ا سيرفيس القدره على ان انا اعمل السيرفيس يعني لو نقارن ما بين الاثنين السيرفيس زي ما قلنا اعمال كونسلتنسي مثلا او الكابابيليتي تو بيرفورم ا سيرفيس زي البرنامج اللي زودنا فيه فانكشن معينه عشان يكون قادر على ان هو يعمل السيرفيس لو قلنا مثلا في الكونستراكشن او في الحاجات العاديه مثلا زي مثلا الاحوال المدنيه مبنى الأحوال المدنية بيخدم المواطنين بخدمات معينة بس ما بيطلعش شهادات ميلاد بيعمل حاجات تانية وقلنا ان احنا هنزود مثلا function فيه ان هو يقدر يدي السيرفيس دي ان المواطنين يروحوا يطلعوا شهادة الميلاد او يستخرجوا شهادة الميلاد من مبنى الأحوال المدنية ده او اي سيرفيس تانية حتى يعني فعملنا بروجكت معين البروجكت ده كان الهدف منه ان انا اعمل سيستم معين سواء سيستم اداري كبزنس سيستم يعني او سيستم على الكمبيوتر باعتبار ان يبقى فيه ابليكيشن بيمانج الموضوع ده فبالتالي دي ممكن اسميها capability to perform a service يبقى الهدف من البروجكت هنا القدرة على ان انا اعمل السيرفيس دي او result ممكن الريزلت تبقى نتيجة زي مثلا الابحاث التسويقية او المشاريع البحثية انا عايز اوصل لنتيجة معينة عايز اوصل لريزلت معينة انا شركة استثمار عقاري مثلا وعايز اعمل حاجة مثلا في الكومباوند اللي موجود وعايز اشوف هل الناس ميالة اكتر ريزيدنشال ولا حاجة كوميرشال عشان هم يأجروا مثلا مكاتب او كده او مثلا بنسب معينة عايز اشوف نسبة الريزيدنشال تكون كام في المية في الكومباوند ده فبالتالي انا بعمل مشروع تسويقي او بحث تسويقي عشان اطلع بريزلت بس الريزلت دي هي تعتبر الناتج من الموضوع بدأ الكتاب في البداية يتكلم على الفرق ما بين Objective و Deliverable الObjective هو الهدف المرجو اللي أنا عايز أوصل له لو اتكلمنا مثلا على مشروع المدرسة ليه الحكومة مثلا بتعمل مدرسة؟ بتعمل عشان عايزة تقلل نسبة الأمية عشان عايزة ترفع الجهل عن الناس عايزة تزود عدد الخريجين أو عدد المؤهلين اللي حاصلين مثلا على شهادة معينة فعايزة أن هي توصل لObjective معين ايه بقى الدليفربول؟ الدليفربول اللي ناتج من المشروع اللي هو المدرسة قد يكون مثلا مجموعة من الدليفربول زي ايه؟ مدرسة شوية فصول ملعب انفراستراكشر مجموعة من اليوتيليتيز كل دي هتبقى دليفربولز وده الفرق ما بين الاوبجيكتيف اللي هو ممكن يبقى الاوتكم اللي عندي
او الديليفربل اللي هو الاوتبوت. ده ممكن يبقى فرق برضو ما بين اوتكم واوتبوت، او ممكن نسميه الاوبجكتيف والديليفربل. نبص هنا على الكتاب مع بعض، هنلاقي ان الاوبجكتيف معرف على ان هو يكون اوتكم توورد ويتش ورك از تو بي دايركتد استراتيجيك بوزيشن تو بي اتيند. هو بيفكر بفكر استراتيجي معين، لان هو عشان برضو بأكد على الحتة دي دايما، ان احنا بنحاول نفصل نفسنا عن فكر المقاولات. مثلا ان انا مش مقاول وبشتغل بروجكت مانجمنت جوه شركة المقاولات. المقاولات زي ما بنقول هو في النهاية شركة عايزة تحقق ارباح معينة، فبتاخد المشاريع عشان تنفذها للناس، لكن الرئيسي بالنسبة لنا في التعامل مع البروجكت هو صاحب البروجكت، هو الاونر نفسه، هو اللي عنده اهتمام ان المشروع ده ينجح، وعشان كده بيفكر في البروجكت ده على ان هو حاجة هتحقق اوبجكتيف استراتيجي بالنسبة له. هو عايز ينتقل من بوزيشن لبوزيشن معين، عايز عنده نسبة معينة للأمية، عايز ان هو يقللها من رقم لرقم، فده يعتبر تفكير استراتيجي. طب عشان يحقق الخطة بتاعته او الهدف الاستراتيجي ده، فبيضطر ان هو يعمل بروجيكتس ان هي بيبقى ليها اوبجكتيف. فالاوبجكتيف بالنسبة له الموضوع الأمية، او ان هو يقلل نسبة الأمية. ويعرف الديليفربل على ان هو يونيك اند فيريفايبل برودكت او ريزلت او كابابيلتي تو بيرفورم ا سيرفيس. ليه يونيك اند فيريفايبل؟ زي ما هنعرف في التعريف في يونيك، لان هو ما بيتكررش، حتى لو اتكرر بنفس المواصفات ممكن ان هيبقى في نفس زمن تاني، يعني ده بيتنفذ في زمن وده في زمن تاني. طب لو في نفس التوقيت الفيلتين مثلا بيتعملوا في نفس التوقيت، هلاقي هنا المان باور اللي هنا غير المان باور، الريسورسز اللي بتدير المشروع غير الريسورسز اللي بتدير المشروع هنا، وهكذا. فبالتالي هو يونيك. وفيريفايبل اقدر ان انا اتحقق منه، بعمل له مواصفات معينه عشان بعد كده اقول اه انا فعلا طلعت البرودكت، لا البرودكت ده ناقص كذا وكذا، لا في المواصفات بتاعته مش موجودة، المبنى ده انا كنت عايز فيه اير كونديشنينج مثلا، او كنت عايز فيه فاير فايتنج بشكل معين، او كنت عايز مثلا في خط المواسير ده ان هو يكون فيه مقاومة معينة للضغوط او التحملية بتاعته اعلى. فبالتالي لازم اكون عامل له مواصفات بحيث ان انا اقدر اعمل له فيريفيكيشن، اقدر اتحقق منه، وعشان كده بقدر اقول ان هو فيريفايبل برودكت. وهنا بدأ يدي أمثلة على الديليفرابلز، وقال مثلا اليونيك برودكت زي ما تكلمنا على البرودكت اللي هو الحاجة اللي خارجة من المشروع زي المبنى مثلا أو ما شابه أو خط مواسير أو غيره، أو يونيك سيرفيس زي ما قلنا مثلا سيرفيس زي سيرفيس خاصة باستشارات، زي سيرفيس خاصة بالمثال اللي قلناه بتاع معبد أبو سمبل مثلا إن هو عايز يتنقل من مكان لمكان، أو مثلا لو قلنا في عندنا مكتبة قديمة وموجود فيها كتب كتير قديمة بس محتاجة إن هي تتنظم، والمكتبة دي ضخمة جدا، فأنا هعمل بروجكت لإعادة إحياء المكتبة دي باعتبار إن أنا أحط سيستم معين على الكمبيوتر يقدر يطلع لي الكتب دي بسهولة، وأعمل أورجنايزنج للكتب بشكل كويس، فكده يبقى أنا محتاج حد يعمل السيرفيس دي، وعشان كده عملت بروجكت عشان أعمل السيرفيس دي. سيرفيس أو كابابيلتي تو بيرفورم أ سيرفيس، وعرفنا الكابابيلتي. ويونيك ريزلت او نتيجة معينة زي ما قلنا في المشاريع البحثية، بكون عايز اوصل لنتيجة معينة عشان اخد عليها قرارات، فبالتالي بعمل بروجكت ان هو يطلع نتيجة مش هيطلع برودكت. وممكن يكون واحد من الثلاثة، ممكن يكون كومباينيشن من ده او ده او ده ما بين البرودكت والسيرفيس والريزلتس، ممكن ان هو يكون في حاجة من الحاجات المختلفة. واعطي مثال على موضوع السوفتوير ابليكيشن. وهنا بدأ الكتاب ان هو يحاول يفصل ما بين الاوبريشن وما بين ادارة المشاريع، باعتبار ان احنا هنا ما بنتكلمش على شغل ريبيتيتيف، او بنقول ان هو يونيك يعني فريد، بمعنى ان هو مش بيتكرر بشكل دوري زي الاوبريشن. اوبريشن زي ايه؟ لو انا عندي مصنع وكل يوم اروح المصنع انتج مجموعة، مثلا مصنع طوب مثلا، انتج مجموعة من الطوب او البريكس دي واخدها وبيعها وهكذا، وشغال يوميا بعمل نفس الحكاية. فبالتالي العملية التكرارية دي مش هي دي البروجيكتس، العملية البروجيكتس مختلفة، هي بتطلع منتج فريد. حتى لو كان في تكرار زي ما قلنا في الشكل في المواصفة، هلاقي اختلاف في الزمان، هلاقي اختلاف في المكان، هلاقي اختلاف في الناس اللي بتأدي وهكذا. فعشان كده البروجيكت ممكن ان هو نقول عليه ان هو يونيك، بدون الدخول يعني بزيادة بشكل اصطلاحي في معنى ان هو يونيك لأي درجة. الهدف من الموضوع اكتر ان انا افصله عن الاوبريشن، بس الهدف من الكتاب ان هو عايز يفصله عن الاوبريشن، فعشان ايه ما نقعدش ندخل بزياده قوي في الموضوع هو يونيك لاي درجه يعني.
وذكر هنا ان هو المشروع ممكن انه يتعمل على اي ليفل من الليفلز الخاصه بالاورجنايزيشن، لان اي اورجنايزيشن لو نفكر مثلا في وزاره مثلا، الوزاره تحتها مجموعه من الهيئات، والهيئات كل هيئه فيها مجموعه من مثلا المشاريع او جواها ادارات وجوه الادارات مشاريع، وبالتالي المشروع ممكن يكون على مستوى الوزارة بالكامل، ممكن يكون على مستوى هيئة مثلا من الهيئات، ممكن يكون على مستوى إدارة تحت الهيئة، ممكن يكون في أي ليفل من الليفلز دي، ممكن يكون سينجل أو individual group. يعني المشروع طبعا يعني أوسع من إن هو إن احنا نحاول نحصره بالشكل ده. وعطى بعد كده مجموعة من الاكزامبلز على المشاريع زي الفارماسيوتيكال كومباوند فور ماركت، الاكسباندينج لتور جايد سيرفيس، الميرجينج تو اورجانيزيشنز. يعني كمية المشاريع اكيد كتيرة، وكلنا بنتعامل مع المشاريع وعارفين المشاريع ايه بتتنوع وبتختلف. بدأ تاني يتكلم في موضوع التعريف، بس ذكر الكلمة الاولى اللي هي temporary endeavor. temporary يعني مؤقت، وendeavor يعني مسعى او جهد معين انا بعمله. الجهد ده مؤقت، الهدف منه مش ان انا احاول اعرف هو مؤقت لاي درجة، الهدف منه ان انا اقول له بداية ونهاية، وبالتالي ده له طريقة في التعامل وفي المانجمنت غير الحاجة اللي ملهاش بداية ونهاية. يعني مثلا عملية الاوبريشن، الاوبريشن لو بتكلم في مصنع وانا هجيب ماكينة معينة، انا بدرس الماكينة دي عمرها قد ايه الافتراضي، وبالتالي بعمل الاستثمار على قد العمر الافتراضي ده، بس مش الموضوع مش هيبقى على الماكينة بس، ممكن يبقى في اكتر من ماكينة. طيب والماكينة دي خرجت من الخدمة لكن في واحدة تانية دخلت، والتالتة هتدخل بعد 5 سنين، طب هنخلص الاستثمار ده امتى؟ لا فاتحين ان شاء الله مطولين، طول ما احنا شغالين اهو شغال. عارفين نهاية مثلا المصنع ده هيقفل امتى؟ لا مفيش حد بيخطط لنهاية قفل المصنع يعني. لا البروجكت مختلف، البروجكت عندي نهاية وبداية، عندي بادجت معينة، وبالتالي له طرق تانية مختلفة، وانا بعمل التايم سكادجول بعمله بطريقة معينة لان انا عارف ان في نهاية والمفروض اخلص الاعمال دي قبل نهاية المشروع، وعشان كده بنقول ان هو temporary. فالهدف من كلمة temporary ان هو يقول ان هو محدد بمدة، ومش معنى ان هو محدد بمدة ان المدة دي تكون قصيرة، ممكن تكون 6 شهور، سنة، 2، 3، 5، زي ما تكون مدة المشروع. ونهاية المشروع بقدر اعرفها المعتاد ان لما خلاص بيطلع البرودكت او بيطلع الاوبجكتيف اللي انا كنت عايزه، خلاص بقدر اقول مثلا ان المشروع خلاص. لا، هل في حاجة تانية ممكن تقول ان المشروع خلاص؟ في عناصر تانية ممكن اقول ساعتها ان المشروع خلاص، او ان انا مش هكمله، او صعب ان انا اكمله، او ملوش لازم ان انا اكمل في المشروع مثلا. زي ما هو ذاكر في الكتاب، اول حاجة طبعا اللي احنا عارفينها ان الاوبجكتيف نفسه اتشيفد، اتحقق، خلاص حققنا. كنا عايزين نعمل مستشفى، عملنا فعلا المستشفى. كنا عايزين نعمل فندق، خلاص خلصنا. حاجة تانية ان الاوبجكتيف اكتشفنا ان هو ما ينفعش ان احنا نحققه، كنا بنحاول ندرس مثلا دراسة معينة عشان نوصل لنتيجة، واكتشفنا ان المعلومات اللي عندنا مش كافية، فبالتالي مش هنقدر نوصل للنتيجة دي. او الفاندنج اللي هو التمويل اكزوستد، استهلك كله مثلا، او لم يعد متاح، حتى لو الشركة نفسها ممكن يكون فيها فاندنج، الشركة اقصد المؤسسة المالكة، المؤسسة ممكن يكون لسه معاها فلوس بس هي كانت بتصرف على البروجكت ده ومحددة له limited amount of financial resources، يعني قدر محدد من التمويل بتاعه او الموارد المالية، محددة له تمويل معين، والتمويل ده استهلك وهي مش ناوية تكمل فيه لان عندها اولويات تانية هتصرف فيها. طبعا نحاول نخرج دايما من دايرة ان المشاريع كلها construction، بمعنى ان لما بيجي في ذهننا ان في مثال مثلا ان مشروع عبارة عن برج مثلا، وانا بنيت 6 ادوار، وبعد كده اكتشفت ان لا المشروع ده انا مش عاجبني، طب هسيب ال6 ادوار معلقين كده؟ لا، اكيد الوضع مختلف. لو construction ممكن ال4 ادوار او ال6 ادوار دول كلهم ممكن يتباعوا مثلا، ممكن اتصرف فيهم بشكل معين، ممكن لا ان انا اكمل في المشروع عشان عندي asset موجود بالفعل. على عكس مشاريع تانية، المشاريع الخدمية مثلا، قعدت اشتغلت على ديزاين مثلا، وقعدت اصمم حاجة معينة، واكتشفت لا ان احنا مش حابين الديزاين ده، فخلاص فبقول ان يعني مش فارق قوي المجهود اللي بذل، مش حاجة شبه الكونستراكشن، مش اعمال مثلا بملايين او بمليارات بحيث ان انا ابقى قلقان عليها او افكر فيها يعني. فعشان كده نحاول دايما نخرج من حتة ان كل المشاريع كونستراكشن، وكل المشاريع عبارة عن مباني، وكل المشاريع انشاءات، فبالتالي ازاي اوقف مشروع في نصه وانا خلاص بقى عندي المبنى موجود؟ لا، في مشاريع تانية ممكن ان هي تبقى مش مباني او مش انشاءات، فاقدر ان انا اوقفها.
النقطة اللي بعديها ان الاحتياج للمشروع لم يعد موجود، يعني كنا محتاجين ان احنا نعمل مشروع معين. عندي قرية معينة والقرية دي هعمل لها بايبلاين مثلا عشان يودي لها المية الحلوة، واكتشفنا مثلا ان القرية دي لا ده فيها ابار جوفية وبدأنا نطلع باسعار زهيدة جدا المية تقدر انها تطلع لها ومفيش داعي للبايبلاين اللي انا هعمله ده، وما كنتش قطعت فيه مثلا شوط، فاقول خلاص no longer exist، النيد ان انا او الاحتياج ان انا اعمل البروجكت ده لم يعد موجود. ومن ضمن الاحتياج او من ضمن الحالات برضو ان انا ممكن اقول فيها المشروع خلاص مش هنكمله، ان لم يعد هناك موارد، سواء الموارد البشرية او الفيزيكال ريسورسز. الموارد البشرية اللي هي الافراد، الناس يعني الموظفين المهندسين العمالة وهكذا. الموارد الفيزيكال اللي هي مثلا ماتيريال او ماشين، كل دي تعتبر ماتيريال، تعتبر من الفيزيكال ريسورسز. فممكن اقول ان انا في منطقة معينة مثلا، في مثلا منطقة نائية جدا وما فيهاش معدات وصعب ان انا اوصل ليها بالمعدات مثلا، وبالتالي المعدات، المعدة الوحيدة اللي كانت موجودة اللي كانت ممكن تعمل الموضوع ده صاحبها مثلا اخدها ومشي بيها مثلا في مكان معين وخلاص ما بقاش فيه معدة معينة. خاصة لما بنتكلم على مشاريع سكيل عالي مثلا، وبتكلم في حفار مثلا بينقب على البترول او كده وكان موجود وللأسف مثلا حصل فيه مشاكل فمبقاش صالح للعمل مرة تانية، فخلاص لم يعد الريسورس موجود ان انا اشتغل بيه مرة تانية. والحالة الاخيرة ان البروجكت ترمينيتد، يعني اغلق او اتقفل او انهي بسبب مثلا قانوني معين او بسبب ان هو لا مفيش مشاكل بس قفلناه. الموضوع ده مثلا عشان لما بيبقى مثلا في ايه تعاقد مع مقاول معين والمقاول ده حصل منه خرق للعقد والعقد خلاص ما بقاش صالح انه يكمل والمقاول ما بيشتغلش ومتوقف عن العمل وممكن تكون شركته فلست، فاقول خلاص ان انا مش هكمل في المشروع. طبعا وارد ان يكون في بدائل على حسب المثال وعلى حسب الحالة. وقبل ما يقفل موضوع ان البروجكت ده temporary، قال برضو ان الديليفرابل اللي طالع من المشروع مش شرط ان يكون temporary، ممكن البروجكت نفسه شيء طبيعي ان هو له بداية ونهاية، لكن طلعت مثلا مبنى معين او فندق معين، مش هقول ان الفندق ده نهايته بعد 5 سنين او 7 سنين، زي ما هيكون عمره الافتراضي، ولو كمل بعد عمره الافتراضي يبقى خير. فانا مش هقدر ان انا اقول ان الاوتبوت او ان الديليفرابل اللي طالع من البروجكت ده ان هو برضو temporary، يعني مش بالشرط ان يكون البرودكت هو كمان temporary. انتقل بعد كده على البروجكتس درايف تشينج. زي ما قلنا في موضوع البيزنس مثلا او اي اورجانيزيشن، هي ليه بتعمل مشاريع؟ بتعمل مشاريع عشان تحقق استراتيجي معينه، عايزه تنتقل من حاله معينه لحاله ثانيه. ممكن الحاله دي لو بنتكلم على البروفيت بروجكتس اللي هي المشاريع الربحيه، لو بقول مثلا مؤسسه بتاع استثمار عقاري وعايزه تزود العائد عندها، فبدأت ان هي تشوف الاستثمارات المتاحة ولقيت احد الاستثمارات ده وبدأت ان هي تدرسه عشان تنتقل في العائد على الاستثمار من ليفل لليفل تاني معين، عايزة ان هي تعمل تشينج معين. او مثلا شركة ملهاش علاقة مثلا بالاستثمار العقاري، لا شركة عادية وبتشتغل مثلا في مجال معين حتى لو مجال تصنيع مثلا، وجات في يوم من الايام قالت انا عايزة اعمل تشينج معين، عايزة اغير مثلا في البروسيسز المستخدمة في الشركة، عايزة اعمل تطوير معين على المستوى الاستراتيجي، فبالتالي انا محتاج ان انا اعمل بروجكت معين عشان اعمل التطوير الاستراتيجي ده او التطوير في البروسيسز في الاليات بتاعة الشركة. كل دي ممكن ان هي تبقى امثلة للتشينج. ممكن نقول مثلا على الحاجات النون بروفيت، مثال زي الجهة الحكومية مثلا اللي هي ممكن وزارة الصحة. وزارة الصحة لقيت ان في بلد معينة البلد دي منتشر فيها مثلا الاوبئة بشكل كبير، فبدأت ان هي تحاول تعمل مستشفيات عشان تنقل معدل مثلا الاصابة بالامراض من ليفل لليفل معين، عنده كان نسبة معينة عايز يزود مثلا نسبة الامان او يقلل نسبة الاصابة بالامراض، فبدأ ان هو يعمل مستشفيات. وهكذا على اي مثال هنلاقي دايما ان المشاريع بتتعمل لان هي مش بمعزل عن البيزنس، هي مش موجودة لوحدها، سواء البيزنس لو بنتكلم على حاجة بروفيت او نون بروفيت، هي المشاريع بتعمل لغرض استراتيجي، في غرض معين استراتيجي. الهدف من ده كله ان الكتاب دايما بيقول لنا او البي ام اي دايما بيقول لنا وانت بتعمل البروجكت حاول انك تبقى عارف كمان هو الهدف الاستراتيجي ايه. لازم تبقى عارف مثلا انا بعمل المشروع ده
عشان في اوتبوت معين هيطلع. الاوتبوت ده هيحقق اوبجكتيف معين من ضمن الاستراتيجيك اوبجكتيفز بتاعت المنظمة المالكة للمشروع اللي طرحت المشروع، سواء كان بقى المشروع ده استثماري او مشروع خدمي. واتكلم على موضوع التشينج بشكل يعني سريع، وقال لو عايزين بقى معلومات اكتر عن التشينج في ستاندرد البي ام اي عامله او مسميها براكتس جايد اسمها مانجينج تشينجينج او مانجينج تشينج ان اورجانيزيشن ا براكتس جايد. البراكتس جايد بيصدروا البي ام اي وممكن نحن نرجع له بحيث ان احنا نعرف اكتر عن الموضوع بتاع التشينج ده. انتقل بعد كده لموضوع البروجكتس، ان هي اي مشروع بيعمل فاليو، بيعمل بزنس فاليو، الهدف منه انه كرييت او ينشئ بزنس فاليو، وده مواكب للكلام اللي كنا بنقول عليه ان في هدف استراتيجي من المشروع انا بعمله او الشركه المالكه بتعمل المشروع لان عندها اهداف استراتيجيه عايزه تحققها سواء كانت استثماريه او خدميه، بروفيت او نون بروفيت. فعشان كده الهدف من البروجكت ده ان يكون في فاليو معينه، بزنس فاليو معينه تو بي كرييتد. وما اتكلمش كتير برضو عن موضوع البيزنس، وقال لو عايزين تراجعوا انا عامل براكتس جايد اسمه بيزنس اناليسيس فور براكتيشنرز ا براكتس جايد. وذكر بعد كده ان الفاليو اللي هي تو بي كرييتد من البروجكت ده ممكن ان هي تكون تانجبل يعني ملموسه، او انتانجبل حاجه غير ملموسه. حاجه ملموسه زي عطى شويه امثله زي المونيتري اسيتس او الاصول الماليه، ان انا عايز ازود الحصيله بتاعت الاصول الماليه للشركه، او الستوك هولدر ايكويتي. والستوك هولدر هنا غير الستيك هولدر، الستيك هولدر المتعلق بالمشروع اللي هم المعنيين بالمشروع، اما الستوك هولدر اللي هم حاملي الاسهم او اللي هم معاهم الاسهم او اصحاب الشركه. لان اي بزنس لو هو مثلا شركه اموال بتكون مثلا مكونه من مجموعه من التمويل او ميكس معين من التمويل، التمويل ده ممكن يكون اصحاب الشركه نفسهم، ممكن يكون ديون طويله الاجل سواء كانت من البنوك او من البونز اللي هي السندات. ده عشان يبين لنا ان في اكويتي، في راس المال او حقوق الملكيه، حقوق الملكيه راس المال اللي هو الكابيتال، الاكويتي اللي هي حقوق الملكيه، في حقوق الملكيه الخاصه بالستوك هولدرز. وبالتالي انا عايز مثلا ان انا ازود قيمه السهم بتاعهم، السهم بتاع الشركة مثلا برقم معين مثلا 10 دولار، وانا عايز ان قيمة السهم دي مثلا ترتفع، سواء كنت بتكلم على قيمتها الاسمية او قيمتها مثلا في التداول. يعني دي نقطة ودي نقطة تانية، بس الهدف كله ان انا بتكلم في ان انا ازود فلوس الشركة او ان انا ازود طاقتها المالية. يوتيليتي معينة زي الخدمات او المرافق، يعني زي مثلا البايب لاينز او المية، الصرف، الكهرباء، الكلام ده كله. فيكشرز، تولز، ماركت شير، ان انا عايز مثلا اخد شير معين لو الشركة مثلا الفاليو بتاعها اللي عملت عشانه المشروع ده كان الفاليو عبارة عن ان هي تاخد ماركت شير. يعني ايه ماركت شير؟ يعني نصيب في السوق. يعني شركة معينة مثلا بتبيع منتج معين، بتبيع مثلا ممكن نقول موبايل فونز مثلا، والموبايلز دي هي بتعرف تسوق بشكل معين بس في قطاعات مش قادرة ان هي توصل لها، مش قادرة تاخد ماركت شير هناك، مش قادرة تاخد نصيب من السوق هناك. فتعمل بروجكت يتضمن مثلا مجموعة من الحملات التسويقية بحيث ان هي تقدر ان هي تسوق او تاخد ماركت شير في المكان ده. كل ده يعتبر من التانجبل اليمنتس. وعطى مجموعة تانية من الانتانجبل اليمنتس زي مثلا الجود ويل او البراند ريكوجنيشن او البابليك بنفيت. يعني كلها هنلاقي ان هي حاجات غير ملموسة. يعني مثلا البراند ريكوجنيشن على سبيل المثال، ان انا عايز براند معين يتعرف، انا عملت براند معين عبارة عن مثلا برودكت مثلا مكسر كهربائي او خلاط كهربائي، او مثلا برودكت زي حاجة في الملابس زي تي شيرت او غيره. البرودكت ده له براند معينة، له ماركة معينة، وعايز ان البراند ده يتعرف في السوق، وعشان يتعرف في السوق محتاج اشتغل على الموضوع ده بشكل كبير، فهعمل بروجكت معين عشان ان البراند ده يتعرف لكل الناس من حملات اعلانيه او تسويقيه او كده. بابليك بنفيت الخاصه بالفايده للمجتمع او الراي العام او الناس. التريد ماركس العلامات التجاريه، استراتيجيك الاينمنت. الاستراتيجيك الاينمنت مقصود بيها المحاذاه لاستراتيجيه الشركه، بمعنى ان لو شركة او منظمة او وزارة مثلا عندها استراتيجي معينة،
الاستراتيجي دي عايزه تعمل حاجات معينه، مجموعه من العناصر. مثلا لو قلنا وزاره صحه مثلا عايزه ترفع نسبه مثلا الصحه او تقلل نسبه الامراض من كذا لكذا، تتحكم في نسبه الوفيات من كذا لكذا، كل دي اهداف استراتيجيه عندها. طيب في تحت الوزاره دي مجموعه من الهيئات، هيئه منهم بدات تشتغل على شويه مشاريع، كان اللي ماسك الهيئه دي الهدف ان هو عايز يبين ان هو بيعمل بروجكتس كتير وان عنده حركه وان القطاع بتاعه هو اللي فيه اكبر عدد من المشاريع. لما جينا نفحص المشاريع دي لقينا المشاريع دي مش مواكبه للاستراتيجي بتاعه الوزاره او بتاعه المنظمه دي، وبالتالي لازم ان المشاريع نفسها تكون مواكبه للاستراتيجي، ما تكونش انت بتغرد خارج السرب، ما تكونش انت بتعمل حاجه تانية مع نفسك. وعشان كده جت الوزاره دي مثلا وقالت انا هعمل بروجكت الهدف منه ان انا عايز اعمل استراتيجيك الاينمنت، عايزه اراجع كل المشاريع اللي عندي اشوف ايه منها مواكب فعلا للاستراتيجي اللي احنا حاطينها وايه مش مواكب، لو مش مواكب ممكن افكر ان انا اقفله او انهيه خالص او اسيبه على حسب البروجكت ده. ده هينتج من الاستراتيجيك الاينمنت. الريبيوتيشن اللي هي السمعه بتاعت مثلا الاورجنايزيشن في السوق خاصه للقطاعات البروفيت او الربحيه يعني. واستكمالا لموضوع الربط بالبيزنس، بدا ان يقول ان البروجكت انيشيشن او بدايه المشروع بينشا في كونتكست معين او سياق معين. السياق ده هو حط اربع امثله للسياق اللي ممكن يبدا فيه المشروع، لو نعدي عليهم بس ناخد من الاخر للاول باعتبار ان الاخير هو يعتبر المعتاد اكتر بالنسبه لنا. كرييت او امبروف او فيكس برودكتس او بروسيسز او سيرفيسز. انا عندي برودكت معين عايز اعمله كرييشن له برودكت، قلنا زي مستشفى او مصنع او كده، انا عايز اعمل كرييشن لبرودكت، او البرودكت ده موجود بس عايز اعمل له امبروفمنت، عايز اعمل مثلا توسيع للخدمات معين، يعني مثلا مجموعه من الغرف هفتحها على بعض مثلا لو في فندق عشان اعمل مثلا شكل معين، او اعمل مثلا اجنحه تبقى هي دي اللي مطلوبه او هي اللي عليها الطلب في السوق، او مثلا الحديد بدا يصدي جوه المبنى ده وعايز اعمل له امبروفمنت او عايز اعمل له ريبير او معالجه او صيانه، او فيكس يعتبر فيكس برضو ده لموضوع الريبير، ده يعتبر فيكس اكتر، لكن الامبروف ان انا برفع الكابابيلتي بتاعه البرودكت. سواء بقى كان برودكت او بروسيس او سيرفيسز، كل ده يعتبر المعتاد بالنسبه لنا للمشاريع. فممكن المشروع او البروجكت بتاعي ينشا في السياق ده، ان انا عايز اعمل منتج جديد او احسنه او اصلح المنتج الموجود. سياق تاني implement or change business or technological strategies، يعني انا لو شركه مثلا بتعمل تقنيه معينه او بتشتغل عندها استراتيجي تكنولوجيكال استراتيجي معينه، على سبيل المثال لو قلنا مصنع والمصنع ده غزل ونسيج مثلا وعنده مجموعه من المعدات والماكينات، الماكينات دي كانت شغاله بسيستم معين، هو اشترى الماكينات دي صاحب المصنع من حوالي مثلا 15 سنه او 10 سنين على حسب اللايف تايم طبعا بتاع الاسيت او المعده بيختلف، بس اقصد اقول ان هو المعدات اللي عنده دي كلها قديمه، والمعدات النهارده معظمها الكتروميكانيك او بتعتمد على جزء مثلا الكتروني، وعشان كده هو محتاج ان هو يعمل استراتيجي او عنده استراتيجي مثلا بتقول ان انا هطور المعدات اللي عندي بحيث ان هي تكون مواكبه للي موجود دلوقتي في السوق، لان ده هيزود الانتاج عندي وهيطلع مجموعه من البرودكتس اللي هي مثلا تي شيرتس او ملابس او اي شيء، وهي دي اللي الناس بتدور عليها في السوق، الحاجات اللي انا بطلعها عندي مش هي دي اللي مطلوبه فما بتبيعش بشكل كويس، فانا هبدا اعمل تطوير. فكده هو حط استراتيجي او استراتيجيه خاصه بيه، خاصه بالتطوير التقني او التكنولوجيكال استراتيجي للتطوير. فبدا ان هو عايز ينفذ بقى الاستراتيجيه دي، عايز ان هو يعمل امبلمنتيشن للاستراتيجي دي، فهيضطر ان هو يعمل بروجكت معين، يبدا انه يدرس الماكينات ايه ممكن نغيرها، هل تتغير مره واحده ولا لا نغير مثلا تدريجي، ناخد جزء جزء جزء، طب نعمل بريوريتي او اولويه، مين فيهم يبقى الاول ومين فيهم بعديه وهكذا. ده كده ان انا بعمل امبلمنت او تشينج، اللي انا كان عندي استراتيجي معينه ان انا اشتغل بتقنيه معينه تقنية اكس وانا هروح لتقنية تانية واقول لأ انا عايز اغير الاستراتيجي بتاعتي، فهعمل برضو بروجكت عشان اتواكب مع الاستراتيجي الجديدة. النقطة اللي قبليها ساتسفاي ستيك هولدر ريكويست، انا عندي ريكويست معينة من الستيك هولدرز اللي موجودين، لو افترضنا مثلا ان انا عندي مستشفى، المستشفى دي ليها مدير مستشفى ومعاه مجموعة من الاطباء بيديروا المستشفى بشكل معين، جم الاطباء اللي معاه الناس دي اطباء فهم ستيك هولدرز، هم
يعتبروا معنيين بالموضوع. قالوا له احنا محتاجين جهاز أشعة أو مبنى للأشعة في مكان معين، لأن الجهاز الوحيد اللي عندنا موجود مثلا في آخر المستشفى، وحجم المستشفى كبير جدا، والمباني اللي هناك ما بتبقاش مخدومة. فاحنا محتاجين نعمل بروجكت مثلا ان هو يكون الدليفرابل الخاص بيه عبارة عن قسم للأشعة موجود فيه مثلا مجموعة من أجهزة الأشعة، يبقى في الجنب الثاني من المستشفى. فبالتالي هنا الستيك هولدرز اللي هم الأطباء اللي بيديروا المستشفى مع الدكتور اللي هو مدير عام المستشفى مثلا، كان عندهم ريكويست أو طلبات وبدأوا يطلبوها من المدير العام للمستشفى، وبدأ ينشأ المشروع بناء على الريكويست بتاعهم. النقطة بقى الأولى اللي هي كانت ميت ريجوليتوري أو ليجل أو سوشيال ريكويرمنتس. أحيانا بيبقى في تشريعات معينة مثلا الحكومة بتصدرها خاصة مثلا بموضوع الأدخنة بتاعة المصانع، فالتشريعات دي ان لازم الأدخنة تكون متعالجة ويطلع منها مثلا نسبة ثاني أكسيد الكربون بحد ما يزيدش عن حد معين. الريجوليشن دي او التشريع ده يعتبر تشريع جديد من الحكومة، فبالتالي لازم المصانع تتواكب معاه، فهتعمل بروجكت عشان تطور الأنظمة بتاعتها بحيث ان هي تتوافق مع الريجوليشن ده. واحد من الريجوليشنز مثلا الأخيرة اللي كل الناس اللي بتدخل على الويب سايتس لمستها، موضوع البرايفسي او يعني في اوروبا بدأ ان هم يطلعوا تشريع جديد خاص بالبرايفسي. البرايفسي اللي هي الخصوصية بتاعت المستخدم لمواقع الانترنت، بدأ ان هم يقولوا ان ما ينفعش ان انت تجمع بيانات او معلومات من غير ما تقول اليوزر انت بتجمع ايه، لازم تقول له انا بجمع ايه معلومات، وتدي له امكانية ان هو يدخل يعرف الحاجات اللي انت بتجمعها، وكمان يمسحها او يعدل فيها زي ما هو عايز، لان ده حق له. فالريجوليشن الجديد ده خلى معظم الويب سايتس في الفترة الأخيرة ان هي تبعت مثلا التحديث للبرايفسي تيرمز بتاعتها، الشروط الخصوصية بتاعتها للناس، عشان تعمل ابروفال عليها من اول وجديد، لان هي عملت تحديث معين فلازم تعمل نوتيفيكيشن على كل اللي كان مشترك في الموقع على البرايفسي بوليسي او سياسة الخصوصية القديمة عشان يوافق على سياسة الخصوصية الجديدة. او ميت ليجل مثلا ريكويرمنت، يعني الشركه اكتشفت ان في حاجه معينه في الاداء بتاعها مش قانوني، فعايزه ان هي تعمل بروجكت لتصحيح الوضع عشان ان هي تبقى ماشيه ليجل او بشكل قانوني. او سوشيال ريكويرمنت، الريكويرمنت ده ممكن يكون ريكويرمنت مجتمعي، يعني ناتج من الناس مثلا موجودين في قريه معينه، بس القريه دي كثافتها كبيره وهم عندهم مدارس كل حاجه بس ما عندهمش جامعه، فمحتاجين جامعة مثلا، فبالتالي بيبدأوا ان هم يكون عندهم مطلب معين، والمطلب ده فيه مثلا يعني تصاعد بشكل عالي، وبيبلغوا الناس لان ده ضرورة، والحكومة بدأت تدرس ولقيت ان فعلا ضرورة لازم يكون في جامعة هناك، فراحت ان هي عملت جامعة استجابة للسوشيال ريكويرمنت اللي كان موجود. دي كده ممكن نقول ايه الاربعة كونتكست او السياق، الاربع انواع من السياق اللي ممكن يحصل فيهم بروجكت انيشيشن او بدء للمشاريع. وفي الصفحة اللي بعديها عطى زي جراف للموضوع كده، ومن الحاجات اللي ذكرها تحت برضو ان العوامل دي لازم ان هي في النهاية تكون في عملية ربط بالاستراتيجي، يعني لازم يكون في لينكينج او ربط بالاستراتيجيك اوبجيكتيفز، الاهداف الاستراتيجية للمنظمة، يعني مش بس كمان ان هي تنشأ في السياق وخلاص، لا، الاهم والاساس ان لازم يكون في ارتباط بالاستراتيجيك اوبجيكتيفز اللي خاصة بالمنظمة. وجاء بعد كده عطى جدول جميل جدا وقيم عبارة عن مجموعة من الأمثلة على مجموعة من الفاكتورز اللي ممكن ان هي تسبب ان احنا نعمل البروجكت، وبدأ انه يصنف كل فاكتور منها او كل حالة منها هو ده يعتبر تحت انهي سياق من الاربع انواع من السياق اللي احنا قلناهم. المثال الاول كان بيتكلم على تقنية جديدة، وقال ان في مثلا شركة خاصة بالالكترونيكس بدأت ان هي تعمل مشروعات جديدة او مشروع جديدة عشان يطور لابتوب سريع وصغير، حجمه صغير وامكانياته سريعة. فده يعتبر الاكزامبل مثلا على الفاكتور اللي هو موجود، فهو عايز بقى يصنفه ده يعتبر تحت انهي نوع من انواع السياق الاربعة اللي هو قالهم. فقال هنا ان هو يعتبر تحت ان انا بكرييت نيو او بامبروف او فيكس للبرودكت، باعتبار ان انا بعمل فعلا مشروع جديد الهدف منه ان انا اطلع برودكت جديد، البرودكت ده اللي هو اللابتوب الاسرع والاصغر بحيث ان هو يؤدي مثلا الاحتياجات المطلوبه، وصنف الموضوع ده في ان انا بكرييت او بعمل او بنشئ برودكت جديد.
وبرضه صنفه ان هو من ضمن السياق بتاع المواكبه مع البيزنس استراتيجي او التكنولوجيكال استراتيجي بتاعه الشركه، باعتبار ان الشركه نفسها هيكون عندها مثلا استراتيجي معينه ان هي من ناحيه الاستخدامات التقنيه ان هي تعمل تطوير معين للمنتجات بتاعتها. وهكذا ممكن نلاقي بقى مجموعه كبيره من الفاكتورز او الاكزامبلز ممكن ان احنا نحاول يعني على قد ما نقدر ان احنا ندرس هو ده يعتبر انهي سياق من الاربع انواع من انواع السياق اللي ذكرهم البي ام اي. وبكده يبقى انتهينا من العنصر الاولاني اللي هو 1.2.1 البروجكتس، وميعادنا في الفيديو القادم باذن الله.